بينما تتطلع أوروبا إلى الصيف، تنتهز أودي الفرصة الأخيرة في شمال السويد حتى في الجو البارد لتلفت الانتباه إلى مزايا سيارات S3 الكابريو الجديدة. تفاصيل كثيرة في التصميم تؤكد قوتها ورياضيتها. يفضل بعض الناس أن تكون لديهم ثلاث سيارات، مكشوفة للصيف ومدمجة للمدينة وثالثة بدفع رباعي لفصل الشتاء. أودي S3 كابريو تحقق ذلك وتمنح متعة كبيرة عند سطوع الشمس أو عند سقوط الثلج وفي الأماكن الوعرة. S3 مقنعة بخفة وزنها حتى بسقفها. استخدام الألومنيوم والمغنيسيوم خفض الوزن، وهناك طبقة عازلة في غطاء السقف تحافظ على انخفاض مستوى الضوضاء في الداخل، ويفتح السقف ويغلق بسرعة بدون مشاكل حتى عند القيادة بسرعة 50 كيلومتر في الساعة. التصميم الداخلي لS3 في غاية الأناقة، لوحة العدادات تبدو واضحة ومرتبة. تجهيزات S3 كابريو لا تشوبها شائبة كالعادة، وأنصح من يطلبها بخاصية تدفئة الرقبة أن يرتدي عند قيادتها في الشتاء طاقية وبلوفر فقط، لأن معطفا سميكا كهذا لا حاجة له. S3 كابريو بها محرك TFSI بسعة لترين. قوة المحرك واضحة للعيان ويتم توزيعها على العجلات الأربع، ومثالي أيضا حتى في الطرق غير الجيدة. حتى وهي واقفة تبدو S3 كابريو قوية دون أن تكون منتفخة، وبقوة يعزز الخط الجانبي الطويل الجديد تألق السيارة المكشوفة. وفي الخلف يوجد سبويلر وأربعة مداخل للعادم، كما أن مجموعة الحركة بها تعرف كيف تحقق الإقناع. الطرق الزراعية في السويد جميلة المنظر، لكن بناءها ليس جيدا جدا في العادة، وهذا مفيد جدا لكي تضبط أودي مجموعة الحركة في S3 كابريو. إنها رياضية ومريحة. محرك كابريو S3 قوته 300 حصان بعزم دوران 380 نيوتن متر، وبجانب الدفع الرباعي والتحكم في الانطلاق تتسارع السيارة إلى 100 كيلومتر في غضون 5.4 ثانية. تبديل السرعات يتم بسرعة البرق بفضل القابض المزدوج استرونيك، وتستهلك طبقا لأودي 7.1 لترات. بسعر يبدأ من 49 ألف يورو فإن أودي S3 كابريو ليست رخيصة، والدفع بالعجلات الأربع لا يوجد في كابريو غيرها، لذا فهي ربما الاختيار الصائب. وسواء في المدينة في الصيف أو على حلبة السباق أو في الشتاء، فإن S3 كابريو مناسبة تماماً. وعموما فإنها سيارة مدمجة ومكشوفة متعددة الجوانب مفيدة كثيراً، وتجلب قيادتها الكثير من المتعة.